السلام عليكم. هانتوما هنا في الديوانه تاع طنجه، هانتوما راهم يهودوا لنا الباجاج، ها هو مستفيل الكاميونات، عندنا ثلاثه الكاميونات هذا، وها راهم الديوانه هنا في راهم واقفين على الباجاج، راهم يخويوه. تلاقات مع راس العام ومع الزيت، زيرو بزاف على الزيت، هاد الكاميونات كاملين ما غاش يدوزو، كلشي يولي راهم مسرجين، فتشو مسرجين ونخلصوا العشور، ماشي العشور، بروسي تاع الزيت، كاين اللي ضاربين له هنايا ب 8 مليون، كاين اللي 10 مليون، كاين اللي 16 مليون، كاين اللي 17، هانت هادو كاملين ما غاديش يخرجوا، دازو في الديوان التفتيش، هانت الباكاج فين راه محطوط، كاملين يتفتشوا ويتسرجوا ويوليو على طريقهم يوليو للمغرب، ما يخرجوش للخارج، هذا الباكاج اللي نورمالمون كان غادي يمشي لاوروبا. هانت هذا عندنا ثلاثة الكاميونات هنايا، واحد ضربونا فيه ب 16 مليون، وواحد اخر ب 16 مليون، وواحد ضربونا ب 8 مليون. وتسكان باش نخرج بحال هادي، قال لك لا خصك دير ديبوطاج ونشوفوا شنو كاين عاد تخرج. ورا ذاك النهار درنا، جاو لاسبيكسيون، بلعوا البيبان بالقفوله، ودابا ها نتوما تشوفوا الاخوان عاود تنزل كلشي باش تخرج بحالاتك، ها باش يجيو يشوفوا عادي كاشيو لك باش تخرج بحالاتك تخوي هاد الزيت. هادشي ديال الزيت اللي عندي، ها هي درنا عليها 1,500,000، ها ها نتوما الاخوان، ها والله ما هذا منكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مره اخرى، فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل مدن في قناه فيصل المدن بطبيعه الحال. خوتي وخواتات، كما شفتوا بدايه الفيديو، غرامات ماليه الناس اللي خدامين في الترونسبور ديال الباجاج ديال الناس الجاليه المقيمه من اوروبا. انتم عرفتم مؤخرا الديوانه المغربيه ولات ما كتخليش الزيت البلديه تدوز بطبيعه الحال من الديوانه المغربيه وتقطع الاوروبا. هنا السؤال مطروح، علاش بالضبط؟ علاش ما تدوش الزيت البلديه؟ مع العلم جميع المهاجرين المغاربه المقيمين باوروبا تيعشقوا الزيت البلديه ديال البلاد، تيعشقوها، وكتجيب الاطنان كتقطع من المغرب وكتجي لاوروبا. علاش؟ قاش لا كاليتي، لا كاليتي ديال الخبز هي اللي كتحكم. الزيت البلديه المغرب ماشي هي ديال هنا. هنا كنوجه ميساج لخوتي المهاجرين او الجاليه المقيمه باوروبا، الزيت ديالكم ما غاديش توصل. وعندي فيديو اخر ديال واحد الشخص كذلك اللي كيوصل الرساله ديالو وقال الاسم ديالو على انه عنده العديد ديال ليطروات ديال الزيت مازال متواجده عنده في الكراج ديالو، يعني المحل ديالو، وما يمكنش انه ينقلها لاوروبا او ينقلها للديوانه، وفي الاخر كينزلوا عليه بضريبه. شكون اللي يخلصوا لك الضريبه؟ كما شفتوا في الفيديو الاول، الانسان عنده 18 مليون، 8 مليون، هادي بروسي على الزيت البلدية، بروسي كاع الحاويات ديالهم لنقل البضائع ربما كتبقى محجوزة. شكون اللي خلص 8 مليون بروسي على الزيت البلدية؟ الفيديو الثاني ما عندوش الزيت بزاف، انا ما عرفتش علاش يعطيو بروسيات، حقيقة انا لحد الان ما عمري ما سمعت بها. وجبنا الزيت البلدية وجابوا لنا الزيت البلدية، ولكن ما عمرها سمعنا هذا المشكل الا مؤخرا مع الحدود مقفوله. هنا في الحقيقه خاصهم يراعيوا المهاجرين المغاربه، والديوانه تاع هي بطبيعه الحال تخلي هذا الزيت البلديه تدوز، تخليها تدوز، تخليها تدوز بطبيعه الحال. هنا كنشوفوا على ان البروسيات، قوه البروسيات، حقيقه الله يحسن العوان، الشيافر اللي خدامين في الترونسبور ديال الباكاج ديال الجاليه، يعني المهاجرين المقيمين باوروبا، باش انه ينزل عليه بروسي، كيفاش يخلص داك الشيء؟ وشكون يخلص داك الشيء؟ واش هو ولا الكليان؟ هذا هي دابا السؤال المطروح ما بين قوسين. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان الجميع، كلشي خدام على راسو. هنا كنشوفوا هاد الاطنان ديال الزيوت المغربيه، ديال زيت الزيتون المغربيه، شكون اللي يستافد منها الا بقات متراكمه في الديوانه؟ شكون بطبيعه الحال؟
هنا كنطالبوا حقيقة الحكومة المغربية أو الدول المغربية تراعي ولا تلقى حل من الحلول باش على الأقل تخلي دوك الزيوت تدوز، لاقاش الناس كتعشق الزيتون المغربية، وحنا بغينا الحدود المغربية تحل خلاص. كل واحد دابا هنا في بالمهجر قاس على أعصابه، والله العظيم كنتلقى العديد من الاتصالات مؤخرا فاش وليت ندوي هذا الموضوع. هذا ما كنتش كندوي عليه حقيقة شحال هادي، ما عدا لقطات اللي كانت إخبار يعني أو روابط مؤكد منها، ومؤخرا كندوي على روابط حقيقة من أجل توصيل يعني الحدث إلى المشاهد الكريم باش يعرف في وسط الأوضاع ديال قضية فتح الحدود. رئيس الحكومة بشرنا بالخير، ولكن شفت اليوم مؤخرا على أن وزارة الصحة قالت هناك ارتفاع عدد الحالات، وفهم الفهم مادام انها قالت على ان هناك ارتفاع عدد الحالات، يعني السدان او الاغلاق غادي يكون فيه واحد التمديد ديال هذا الاغلاق وديال الطمر الكبرى. اذا بقى التمديد ديال الاغلاق حقيقه المتضرر الاول والاخير هو المهاجر او الجاليه المغربيه وكذلك القطاع ديال السياحه. وخاص وزيرة السياحة اللي عطات بشرة خير هذا الصباح هذا ودوات على واحد الموضوع على أن طيران ديال راينر يبقى بالبلاد، وطيران ضغط على الحكومة باش أن الحكومة تفتح الحدود مع طبيعة الحال مع جميع البلدان العالم. باش ما نطولش عليكم خوتي وخواتات، نخليكم على المقطع الثاني ديال واحد السيد عنده أطنان ديال الزيوت، وربما لسمعوا الصوت ديالو الجالية او المهاجرين اللي سيفطوا معاه الزيت، قال لهم انا ما قدرش دابا ندير لكم الزيت، ندير الباجاج، ندير بعض المسائل، والزيت راه ما يمكنليش نطلع لكم، لحقاش هو كذلك شاف العديد من الفيديوهات ديال الاخوان ديالو او الاصدقاء ديالو في الحرفه ديال الترونسبور، وشافوا على ان هناك العديد من البروسيات حقيقه. فاش كتسمع 8 مليون 16 مليون 18 مليون راه بزاف الاخوان بزاف، و اخ مليون ونص بزاف بزاف. شحال هادي صور داك الفياج عنده هو كاع ما بين يعني المغرب وكذلك فرنسا ولا اسبانيا ولا ما فين غادي، شحال يصور داك الفياج. فلذا الله يحسن العون للجميع، ونتمنوا على ان ربي يدير شي تاويل ديال الخير، وبغينا خلاص الحدود تحل، وخليو الزيت الزيتون المغربيه دوز للجاليه المغربيه المقيمه باوروبا. الناس كتعشق هاد الزيت هادي، والله العظيم لا كتعشق. انا بعدا كاين ضروري ما كتختارهاش الزيت البلديه المغربيه، ما كتختارهاش ضروري منها، وكنتقداوها كذلك بالثمن. انتم عارفين الثمن ديال الزيت طلعات حتى هي دارت الكرون، ولكن تنعشقوا زيت الزيتون ديال بلادنا، ماشي بحال ديال اوروبا حقيقه. ما كنكذبش عليكم، انا ديال البلاد احسن ما يكون. خليونا من الزيت المغشوشه، ما كندويوش عليها، وشي نهار نجيب لكم شي فيديو على الزيت المغشوشه والناس اللي كتغش في الزيت طبيعي الحال. فلهذا خوتي وخواتات خليكم على المقطع الثاني، وما تنساوش لايك ديالكم بارطاجات الوصل داخل المشتركه في القناه ديالك فضلا الله يسامر، وبقى نجيبكم النوع ديال الفيديوهات من اجل التوعيه والتنوير. كذلك اخوكم دائما وابدا فيصل المدن، احبكم في الله والسلام عليكم، وخليكم مع هذا المقطع باش تعرفوا شكون يصيف الزيت مع هذا الاخ هذا توصل الرساله تقول لكم ما قدرتش نجيب لكم الزيت. تابعونا مع هاد الفيديوهات، وشكرا جزيلا للمتابعه. شكرا جزيلا. ترونس معكم صالح، بغيت ندير لكم هاد الفيديو هذا باش تشوفوا الزيت اللي ديشارجينا بقات عندنا هنايا، ما قدرناش نجيبوها لان سمعنا وشفنا بان في طنجه كانوا الناس داو واحد العدد ديال الزيت ماشي شي حاجه كبيره، كاين اللي دا 1800، كاين اللي دا 1500، كاين اللي دا مزيد، ولكن زيروا بالمعقول، زيروا بالمعقول. المغاربه كاين اللي ضربوه ب 7 مليون، كاين اللي ضربوه ب 16 ب 14، كل واحد شحال ضربوه. فحنايا ارتئينا وقلنا ودي ما كانش علاش نضيعوا راسنا ونضيعوا معنا لي كليون، لان شحال ما حسبناها لكم دابا الا كان شي 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 بروسي راه ما غاديش تقدروا تخلصونا. هذا هو اللي بغيت نقول لكم باش تعرفوا يعني علاش خلينا هذا الزيت. الزيت راه كلها تقريبا بقات هنايا، تقريبا هنايا كاين واحد 1500 لتر كنا سرجيناها كاع
ولما سمعنا وشفنا دي زوديو ودي فيلم اللي جاونا من طنجة مباشرة، ارتأينا باش نخليو هادشي هنايا